طبعا بتعرف اللي رئيس الجمهورية معناها يعني شعبيته قاعدة تزداد يوم بعد يوم. وكيفاش عرفت الدليل؟ أنا من خلال لي كومنتير اللي نشوفهم في الفيسبوك تاع المواطنين، ثم الناس يخرجوا في تدوينات يعني بقلة أدب وانعدام أخلاق، قاعدين يوجهوا له في تهم لا تليق أخلاقيا ولا تليق بالإنسانية والإنسان تماما. نشوف بعد نقرا لي كومونتير نلقى 99% من الناس اللي علقوا على التدوينه هذيك هم مع مساندين لسياده رئيس الجمهوريه. هذيك تعتبر كصبر اراء تفيد التونسي او تفيد جمعيات تاع صبر الاراء على معرفه شعبيه الرئيس قيس سعيد. رئيس الجمهوريه قاعد يقوم بعمل كبير، لكن في المقابل فما ديما عمليه تشكيك. عمليه تشكيك بطبيعة الحال عدوك لا ما يعجب عدوك، راهو ما اذا كان كرهك راهو ما يعجبه فيك حد شيء، راهو يغير منك. هما تعرف شنو هي غيره من النجاح، هما غيرين من النجاح. نجاح شنو؟ شعبيته، التفاف الشعب حوله، والشعب صابر. راهو في بالك صابر توا، فما خصاص وفما حرمان وفما تحب وفما غلاء معيشه والشعب صابر، والشعب صابر ويتحمل ولا زال يتحمل من اجل نجاح اختيار قيس سعيد. هذا الاختيار نتاعو ان شاء الله ينجح، نتمنى ليه كل النجاح، وخاصه في الخمس سنوات القادمين انا واثق كل الوثوق لان الاستاذ قيس سعيد سينجح في الفتره الانتخابيه هذه القادمه خمس سنين اخرين، وسيحقق وسينجز معناها العجب الاوجاب في البلاد هذه. تطلعات كبيره من الشعب التونسي. تطوعات كبيرة طبعا، ما الناس تحب قيس، لمسوا نظافة يده ونظافة نيته وصفاء نيته تجاه الشعب التونسي. حب تونس، حب التوانسة، معناها دافع على كرامة التوانسة، دافع على سيادة تونس. سيادة تونس ديما تعرفوا عنده كلمة يردد فيها ديما، لا 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 مجال لن نترك أي أحد يتدخل في الشأن الداخلي لتونس، وتونس هي دولة مستقلة ذات سيادة. هذه الكلمات لم تردد في قصر قرطاج من قبل بتاتا، فهي تردد الان في الفترات هذه، وان شاء الله ربي معاهم، ان شاء الله ربي ينصر. كره القدم شكون فتره تحديات خاصه على المستوى الاقتصادي. على المستوى الاقتصادي طبعا هو تحدي كبير وكبير جدا، والرضا سيكون الرضا كل الرضا على سياده رئيس الجمهوريه لما تتحرك على العجله الاقتصاديه الى الامام، ويبدا المواطن التونسي يلمس تحسن في الاقتصاد، ويلمس معناها نمس ملف البطالة يتحرك شوية، تبدأ الناس تشتغل، والمستثمرين يجيوا لتونس، الأجانب والمستثمرين التوانسة بحول الله إن شاء الله تكون عندهم حوافز تشجعهم على زيادة العمل وبعث المشاريع في البلاد هذية، وإن شاء الله ستتحسن الوضع الاقتصادي في تونس. زي ما ياخذها رئيس الجمهوريه بيشجع رجال الاعمال انهم معناها ينجوا اكثر مشاريع باش يخدموا الشباب. والله هي شوف التحفيزات حوافز معناها تشجيع يشجعهم بعديد الطرق. هذه امور فنيه يعرفوها اهل مثلا تخفيض نسبه الفائده البنكيه مثلا تخفيض نسبه الفائده البنكيه عليهم. إذا بطبيعة الحال ثم رجال أعمال، بتعرف ثم رجال أعمال عندهم ديون مع الدولة وقاعدين منكمشين ومنغلقين على أنفسهم، يفتح لهم الباب، يشجعهم، يعمل لهم صيغة معينة تخليهم يتقدموا ويبعثوا مشاريعهم وينشطوا من جديد ويشغلوا ويدوروا العجلة الاقتصادية، وإن شاء الله إن شاء الله الإنسان يكون متفائل. راهو التفاؤل أحسن حاجة في حياة الإنسان. تجاوز أزمة اقتصادية الفترة القادمة ذول ممكن. تجاوز الأزمة الاقتصادية ممكن ممكن جدا، لما لا؟ التجاوز ممكن جدا. تعرف اللي الرئيس الجمهورية معناها ربط علاقات كبيرة مع سواء مع الأخت الجزائر، عمل زيارة للصين الدولة العظمى، تعرف اللي معناها عمل اتصالات مع روسيا إلى آخره، معناها إن شاء الله ثم آفاق طيبة واعدة مستقبلا تبشر بكل خير لتونس وللتونسيين. كلمة أخيرة ربما للشعب التونسي، نحن قادمين انتخابات رئاسية. والله يا توانسة أنا مانيش ما نجمش، أنتم بتعرفوا قيس سعيد كما نعرفوا أنا، تعرفوا نظافة يده، تعرفوا صفاء نيته، تعرفوا مدى حبه لتونس وللتوانسة. أنا أناشدكم بكل لطف أن
تأتوا بأعداد غفيرة وفيرة إلى الصناديق وتدلوا بأصواتكم بكل حرية ولكم الحرية وتعطوا صوتكم إلى الرئيس الحالي اللي عرفتوا عليه شيئا ما في الفترة هذه الوجيزة، وإن شاء الله نعرفوه أكثر وقت اللي ينجح ويتحصل على الخمس سنوات القادمين، إن شاء الله ينجز الكثير ونعرفوها أحسن معرفة. توصل نسبة المشاركة كبيرة معناها الفترة القادمة؟ والله نتصور، تعرف عليش نتصور؟ لأن الشعب التونسي تعرفوا اللي في العشر سنين السود دخلوا علينا نظام سياسي آخر، يعني ما تعودش به الشعب التونسي ألا وهو النظام البرلماني. بالنسبة للنظام الرئاسي عرفتوا اللي الانتخابات اللي فاتت الكل كانت نسبة الأقبال ضعيف بين 10-11-15. بالنسبة للانتخابات الرئاسية الشعب التونسي بطبعه بطينته بجبلته يحب الانتخابات الرئاسية، إذن سيكون الإقبال إن شاء الله سيكون كبيرا وكبيرا جدا.